بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد نوع عن خلية اللغات والتواصل بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل. تم انطلاق امتحانات الدورة الخريفية العادية برسم السداسي الأول 2022-2023، والتي ستمتد من 16 يناير إلى 4 فبراير 2023. هذا الاستحقاق الذي يشارك فيه ما يناهز 2695 طالبة وطالب موزعين على مختلف المسالك والإجازات العلمية والتقنية المفتوحة بهذه المؤسسة. هذه الامتحانات تمر في ظروف جد عادية، والفضل يرجع للطاقم الإداري الصاهر على هذه العملية، والذي وفر وسخر كل المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه المرحلة بإشراف أكيد الهيئة التربوية بالمؤسسة. في الأخير أتمنى التوفيق والنجاح بإذن الله لكل الطالبات والطلبة، وشكرا لكم.